أشهد الدورة الخامسة من مهرجان الخليج السينمائي مشاركة مميزة لصناع السينما السعودية، حيث يشارك 11 فيلما سعوديا تتراوح موضوعاتها بين المغامرات والحياة الاجتماعية، ولا ننسى الكوميديا. طبعا من بين الأفلام المشاركة فيلم نكرة للمخرج السعودي الشاب عبد الرحمن عائل. صباح الخير يا عبد الرحمن. صباح النور، أهلا وسهلا أستاذ سارة. عبد الرحمن، خلينا بس نعطي فكرة للمشاهد اللي ما شاف الفيلم كذا، بس نبدأ عن الفيلم، إيش القصة؟ الفيلم هو فيلم قصير. فيلم قصير، أنا ضد توجيه الأفلام في السينما كمخرج، لكن نعطيهم نبذة إنه الفيلم يدور عن شخص يعاني من التهميش الفكري، يعاني من الاعتداء على فكرة هو يعتقدها، هو مو جالس ينجو في المجتمع من هذه الفكرة، فيضطر أنه يخلق سبل لنجاة هذه الفكرة داخل مجتمع أحادي الرأي. طيب، يعني صراحة الفيلم كلف مبلغ يعني كبير جدا، أنت بتحكي عن 37 ريال تكلفة الفيلم. صحيح جدا. الفيلم طبعا أنا عشان تكون بالصورة، هو تصور مرتين، المرة الأولى كان مكلف، كانت تكلفته مكلفة شوية، وكنا مستخدمين فيه آليات كثيرة. طبعا أنت مدرك أنه إحنا كمخرجين سينمائيين في المملكة العربية السعودية ممكن نتعرض للاعتقال بسبب أنه مخرجين سينمائيين، ونوجه إلى تحقيق وإدعاء عام لأنه نصور في لوكيشن مفتوح مثلا. فالمرة الأولى كنت أنا مستخدم يعني كرين و12 متر وشاري وشغلات يعني، وتم إنتاج الفيلم والانتهاء منه تماما، وللأسف أنه كان بشكله النهائي في جهاز، وهذا الجهاز فقد في أحد المطارات الدولية. بعد كذا رجعت أصور مرة ثانية الفيلم، وكانت الفكرة ناضجة تماما، لكني استخدمت أقل تكلفة في إخراج الفيلم للمرة الثانية في تحدي أنا أعتقد أنه لي يعني، ونجحت. بس الـ 37 عشو صرفتهم؟ أنا صرفتهم كانت لل سندويشات وعصير ممكن. أحسنت، للمشاركين كانوا الشباب يعني من جد؟ أي صحيح. طب أنت ذكرت أنه يعني في يعني واحدة من الصعوبات اللي بتواجهك كمخرج سعودي حكاية أنك ما بتقدر تصور في أماكن مفتوحة. صحيح. بس أكيد في أشياء تانية صعوبات بتواجهكم كسينمائيين سعوديين، إيش هي تكون؟ اولا انه احنا غير معترفين في المملكه العربيه السعوديه نهائيا، احنا جالسين نحصد جوائز خارج المملكه، نشارك في لجان تحكيم خارج المملكه، نشارك في المهرجانات زي ما ذكرت 11 فيلم سعودي في مهرجان الخليج السينمائي، في سوق سيناريو الافلام القصيره مشارك عدد من الشباب ايضا سعوديين ومن الجنسين كمان، لكن داخل المملكه العربيه السعوديه ما في نقابه، ما في جمعيه للسينمائيين، ما في اي دعم نهائيا ابدا. صعوبات كثيره ايضا على مستوى القطاع الخاص، مو قادر يدعمك لانه هو مو ضامنك. يعني مو ضامن انت على، يعني انا قلتها، المخرج السعودي في المملكه العربيه السعوديه على كف عفريت. يعني ممكن في يوم وليله يلتغون كلهم، ما في مخرج سعودي. طيب هل هذه يعني الافلام السينمائيه القصيره بحسب قد ايه نجاحها والاقبال عليها بيخليك عندك او بيخلي عندك حافز للتطلع الى الامام لاعمال سينمائيه اخرى؟ لانه بحسب ما قرات وعلمت عندك مشروع فيلم غزوه. غزو فعلا، هو احنا يعني هناك دوافع، انا مؤمن انه دائما كل ما واجهت الضغوط كانت هناك دفعه اخرى للتقدم والنجاح وكسر هذه الضغوطات. انا النكرة انتهيت منه تماما، مشاركات فقط، انا بديت في فيلم اسمه غزو. هذا الفيلم ايضا يعني انا قلتها كذا مره، انا ممتن جدا لوجود دوله مثل الامارات العربيه المتحده بالجوار منا. يعني الامارات المهرجان داخل مهرجان احد انساق المهرجان الخليجي السينمائي الخامس، انه قالوا اذا كان عندك فكره وهذه الفكره ما بدات انتاجها، احنا ممكن نجيب شركات من موجوده طبعا داخل المهرجان انساق مهرجان، شركات انتاج ضخمه من اوروبا ومن المانيا حتكون موجوده، حيكون معنا اجتماع نعرض عليهم السيناريوهات السكريبت، وهم ممكن ينتجوا لك الافلام. هذا غزو هو يحكي طبعا عن قصة خمسة أصدقاء يعيشون في جنوب المدينة، الجنوب الفقير جدا، أحدهما يتوظف، أحدهم يتوظف سكيورتي في شمال المدينة. أي نعم. فيبهرهم كل ما ذهب كل يوم، يبهرهم بهذا الشمال المبهر جدا، في آخر الشهر يعزمهم على شمال، فتحدث هذه الغزوة يعني من جنوب المدينة إلى شمالها. فكرة جدا لطيفة صراحة. كيف كانت ردود الفعل على عرض نكرة؟ عرض نكرة طبعا هو حيعرض الليلة الساعة 9 مساء، أمس كان حفل الافتتاح فقط، ما كان في عرض أفلام، أول العروض حتبدأ اليوم، حيكون الساعة 9 مساء، أتمنى أنه يكون تكون أصداء جيدة. أول مشاركة لك يعني أول عرض في العالم. أول عرض بشكل عام لنكرة. لنكرة أول عرض. لا قصدي ما تعرض في أي مهرجان قبل كده؟ في مهرجانات لا.
أول عرض في مهرجان الخليج. شكرا لوجودك معنا. طبعا المخرج السعودي عبد الرحمن عايل مخرج فيلم نكرة، بنتمنى لك التوفيق إن شاء الله في مسيرتك السينمائية. شكرا لك عزيزي. شكرا.